السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان بعد خروج هذا البلاغ ديال المكتب المسير ديال 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 الرجاء، تم واحد الاتصال بيني وبين السي فوزي القجع اللي دام 15 دقيقة، وطلبت منه شرح على هذا البلاغ، وكان الجواب ديالو صريح ما فيهش. غنعاود نقول لكم عاوتاني، طلبت منه قلت له راه هادو مسائل خصني نقولها للمنخرطين للامانه، وقال لي ايفيكتيفمون قولها للناس المنخرطين، يهيئوا رئيس ديالهم ويهيئوا لائحه ديالهم، والناس اللي هذا تتمه ديال الجمع العام السابق، والناس اللي حضروا في الاجتماع في الجمع العام السابق هما اللي غادي يحضروا بحضور، والدولة اللي غتتكلف بهذه المسألة هذه، والجامعة هي اللي غتتكلف بهذه المسائل هذه، وكاين انتخاب ديال رئيس ومكتب مسير، ولو عمل كاين انتخاب ديال المكتب المسير. فالشرح ديال السي فوزي، الشرح ديالو بانتخاب مكتب مسير فيه حتى الرئيس، اما بالنسبة للشركة وديك مسائل عادية بالامكان حتى وكان خرج البلاغ في 2016 2017 يقدر يكون هذيك البوان اللي مساله عاديه وكانت طالبها الجامعه. فهنا تنأكد للجميع رسميا من الكلام ديالو، هذا كلام ديال فوزي القجع ماشي الكلام ديالي، تيقول لكم بهذه العباره هذه، هيئوا رئيس ديالكم، هيئوا مكتب ديالكم، والناس ديال 2016 2017 هما اللي غيحضروا الجمع العام المقبل ان شاء الله ديال 31 مارس. شكراً.